لكل المنتشرين بكل أصقاع الأرض يلي بيعتقد إنه الانتخابات الجاية انتخابات نيابية عادية بيكون غلطان. هيدي الانتخابات عم ترسم مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي. كلنا شفنا الحرب يلي صاير علينا بآخر كم سنة. كرمال هيك كونوا شركاء وما تكونوا شهود زور، ونرجع بعدين نبكي على الأطلال بخسارة الوطن. اليوم المطلوب إنه تتسجلوا قبل 20 تشرين الثاني عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية. لقونا على انتخابات حرة، تعوا انتو ومالكم السياسي واعلامكم المدفوع والدول يلي دعمتكم، تعوا واجهونا، نحن العزل إلا من كرامتنا وشعبنا الواثق فينا.